صباح الخير عليكم جميعا. فأول مرة بشتغل فيها معاكم النهاردة، قررت في البداية أني أطلع بأجمل حاجة عندي، بس غيرت رأيي وطلعت بأكبر حاجة عندي. ده لأن قدرت أنزل مقاسي من 12 ل 8، وده نفس الموضوع اللي أنا جاي أتكلمكم عليه النهاردة، يعني أو اللي جاي أشارككم بيه النهاردة. اللي أول مرة هيشوفني اسمي شيماء سهاجة يوجي أو ممارسة سهاجة يوجا. النهاردة أنا مش جاية أكلمكم على السهاجة يوجا، بس جاية أكلمكم على أهم حاجة استفدتها من السهاجة يوجا، وهي التنفس. النهاردة جاية أجاوب على سؤال كلنا سألناه لنفسنا: ليه وزني بيزيد؟ ليه مش بقدر أنزل وزني؟ بس قبل ما نبتدي في الموضوع، إذا سمحتوا بنعمل مع بعض تمرين تنفس، وهيكون كالآتي: ناخد نفس قوي وعميق من الأنف، هنحس بيه كده مكان ما أنا حاطة إيدي، هنعد 5 ثواني مع بعض، نحس بالاسترخاء، وبعدين نطرد النفس بقوة من الرئتين. يلا. ونبتدي مع بعض. ليه أنا بروح على الجيم ومش بينزل وزني؟ لأ، ده ساعات وزني بيزيد. ليه بحس إنه هدف حصول على شايبينج أو سكالبتينج أو جسم منحوت هو هدف صعب جدا، يعني مش ممكن يتنفذ أو مش ممكن يتحقق؟ ليه أنا شخص نشيط بتحرك كتير وبيزيد وزني؟ ليه أنا باكل كمية صغيرة من الأكل وبيزيد وزني؟ ليه غيري بياكل كمية أكتر وأرشق مني بكتير أو أنحف مني بكتير؟ ليه بعض الناس بتعمل دايت وما بينزلش جسمها ولا جرام واحد؟ وليه بعض الناس بينجح الدايت معاهم وبينزلوا بيوتيفولي، ولكن بيرجعوا يكتسبوا الوزن مرة تانية اللي فقدوه؟ الناس دي كلها ايه مشكلتها اصلا؟ بما اني انا كنت واحدة منهم، انا في اول مرحلة رحت فيها على الجيم عدى وزني لل 72 كيلو، وجسمي بقى يعني جزء واحد، يعني ما فيش لا وسط ولا اي حاجة، جزء واحد. الموضوع كان محتاج تفكير في الحل، تفكير ازاي احل المشكلة دي. فعملت تأمل، بما اني انا كنت بادئة مديتيشن وقتها، ابتديت اعمل تأمل، ابتديت افكر اخرج ازاي من المشكلة دي، ايه سببها. وقد كان الحل ان احنا مش بنقدر نفقد وزن لانه عمر جهاز الحرق باجسامنا اصبح اكبر من عمرنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو أنا عمري 30 سنة، جهاز الحرق عمره 40 سنة، بالتالي مش بيكون قادر يحرق، مش قادر يشتغل بكفاءة ويحرق الدهون اللي في جسمنا. طيب ده إيه علاقته بالتنفس؟ التنفس فيه فاعلية وقادر على إنه هو ينشط جهاز الحرق ويرجعه مرة تانية للعمر اللي بيتناسب مع عمرك أنت، بيرجع يشتغل بكفاءة مرة تانية. يعني إيه؟ يعني إحنا محتاجين نتنفس بشكل